بالإشارة. هؤلاء معلمات مخلصات، نحط هنا إيه؟ ها ناس رفع إيديها اهي. ضمائر المتكلم زي وضمائر المخاطب وضمائر الغائب أو الأسماء، كلمات تدل على إنسان أو حيوان أو نبات. الجمع العاقل هو ما دل على إنسان، جمع إنسان، زي مثلا إيه؟ معلمون، معلمات، وأي اسم آخره تاء مربوطة يبقى مؤنث. هؤلاء معلمات مخلصات، نحط هنا إيه؟ ها ناس رفع إيديها اهي. ضمائر المتكلم زي وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. أنت معلمة مخلصة.